منذ الصباح الباكر، منذ 5:30 صباحا كنا نستقبل الطلاب القادمين من المناطق الخارجة عن السيطرة. هناك حوالي 40 حافلة كانت تستقبل هؤلاء الطلاب لتوصلهم إلى المراكز الامتحانية. لدينا 14 مركز استضافة للطلاب للإقامة، تم تجهيز هذه المراكز بكل ما تحتاجه لإقامة أو إطعام أو ما إلى هنالك، وكذلك حتى دورات تقوية لهؤلاء الطلاب. بدأت في ريف الرقة المحرر امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية التجارية لأبنائنا الطلاب. عدد الطلاب 6600 طالبا وطالبة موزعين على 55 مركز امتحاني في الريفين الشرقي والغربي. مديرية تربية الرقة أنهت كافة الاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب منذ الصباح الباكر على معبر شنان بعد تأمين باصات لنقلهم إلى مراكزهم الامتحانية. التربية بعد أن قامت بكل الأمور اللوجستية من تحضير الأسئلة، تم إرسال الأسئلة إلى محافظة الرقة يوم أو قبل الأمس. اليوم نحن انطلقت الامتحانات بجو من الحالة الآمنة والرائعة بحضور القيادات السياسية والتربوية ومديرية تربية الرقة. بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادتين 1410 طلاب موزعين على 18 مركز في مدينة حما وفي الريف المحرر، بحيث يعني يجب أن نشير إلى أن هذا العام هو الأول في إيجاد مراكز أو في افتتاح مراكز للشهادة التعليم الأساسي في الريف المحرر في بلدتي سنجار والتح. كانت الامتحان سهل وما في شيء، والحمد لله كان تقديم كويس. اليوم أول مادي ماشي حالة، واتمنى اللي ما حضروا هاي السنة إن شاء الله السنة الجاية بيعوضوها وأحسن. قدمنا امتحاناتنا للثالث ثانوي العلمي، كانت الأسئلة كتير سهلة وكل شيء كان بسيط يعني. وفي اللي طلاب اللي ما اجوا بنتمنى لو كانوا هون لانه كان كل شيء سهل يعني، وبيضمنوا التسكير المادي اليوم. في محافظه ادلب في مدينه خان شيخون نحن اليوم كطلاب قدمنا الشهاده السنويه للفرع الادبي والعلمي، فكان كثير الاسئله يعني متوسطه وفي من سهل حسب يعني دراسه الطالب. والله الحمد لله الاسئله مدروسه وممتازه ويعني تراعي كل المستويات. نحن اليوم عم نحضر لأساسي، عم ناخذ منهم توقعات عن ندرس مكثفاتهم، بالاخير بنجرب نجي نتفاجئ بالامتحان انه ما في ولا شيء جاي من المكثفات. كانت الاسئله يعني ما هي صعبه، يعني ما فيها ابدا صعوبه، يعني من الوسط وللسهل ان شاء الله. الحمد لله الاسئله كويسه ومناسبه لجميع الطلاب وبتراعي الطالب المتوسط والجيد الحمد لله الاسئله كانت سهله والوقت كان جيد ومكافي جدا. الاسئله كانت مناسبه لكل المستويات والوقت كفانا، الامور تمام وان شاء الله نسبه رسوب كتير تكون كتير قليله والاسئله كانت مراعيه جدا. الحمد لله اليوم قدمنا ماده الفيزياء والاسئله كانت صعبه كتير، على اساس اتمته ضيعوا الطلاب، لا خلوا ما بقى تعرف تدرس اتمته ولا نظاميه. الحمد لله كانت الاسئله سهله وبس يعني شوي المرابين ضغطوا علينا، بس يعني ان شاء الله يعني ما الرسوب يعني كثير قليل ان شاء الله. اليوم قدمنا ماده الفيزياء الاسئله كانت متوسطه، اللي دارس بيعرف يحل والوقت كافي.